الساعات. انتم كاملين تشوفوا اخوتي الجريمه اللي قتلات اللي وقعت دابا البارح، 6 نفوس ولا 7 نفوس راه بزاف. اول حاجه تنهضر على هذوك اللي تيقول لك المنابر اللي نلاحوا البارح اعلان، تيقول لك راه ولدهم قتلهم، ولدهم ما عندوش باش يتقرقب قتلهم، ولدو باغي الورد، واش والديه باقيين حيين يرزقوا لاباس عليهم، عندهم خيرهم عندهم خميرهم. راه الدري تبارك الله وصل عند 4 الوظائف ولا 5، الدري عنده طوموبيل عنده هوندا عنده برزقه برزق عائلتهم، كيدير الدري بروجي ديالو بالكسيبه ديالو، كيدير الدري يقتل والديه تيقول لك على قرقوب، والدري ما تيدير حتى حاجه، سيروا قلبوا سولوا الجيران سولوا اي واحد يقول لكم الدري واش مبلي ولا ما مبليش، عاد هضروا على الدواء ولا هضروا على القرقوب ولا كذا، حيت سلا معروفه بهذا الشيء، سلا معروفه بهذا الشيء ديال الاجرام. فهمتيني؟ حنا كما قلت لكم باقي غنتابعوا، غنسالي ان شاء الله هذا العزو، كل واحد تبان الحقيقه وداك الشيء، حتى المجرمين ملي غادي يبانوا راه العداله غادي تبينهم، ماشي غادي تدرك لهم ويدوزهم مدرقين على الحيط، غادي يبينهم غادي ياخذوا الجزاء ديالهم، الصحافه غادي تعرف حتى هي شكون اللي داير وشكون اللي ما دايرش، وحتى حنا عاوتاني بالدور ديالنا راه معروفين ثلاثه المواقع راه معروفين، راه عارفين راسهم. هذوك المواقع تنساليو كاينش موقع ما كاينش ما كاينش مشكل، غنديرو محامي ما عندناش المشاكل تاعنا، محامي هو اللي يقابلنا الدعوه ناخذوا حقنا، حنا ماشي باغيين حقنا باغيين غير الكرامه ديالنا، كرامتنا كاينه ولكن هادو اللي كذبوا عنا وقال لك لا راه ولدهم احنا نشوفوا ولدهم، واش بنادم تيبغي يدير البوست يديروا على الحيين وعلى الميتين بزاف اصاحبي، بزاف بالنسبه لكم انتم الصحافه اول حاجه ما يجيش من المشعل الميكرو وشعل الكاميرا، هذيك اي واحد ربنا مع شويه يجي يشعل الكاميرا وشعل الميكرو، ولا خويا نمشي نسول الجيران ونسول بنادم كذا ونعرف حقيقه عاد نهضر، مش انت جيت تجري مشعل الكاميرا اللايف دايرهم باقي ما هبطتيش من الطوموبيل راه ولدهم، شكون هذا اللي قال لك؟ شكون هذا اللي قال لك راه ولدهم؟ حكموا هما قبل ما واش المخزن ما شحال من شرطه خدامه في هذا الشيء، شحال ديال المخزن خدام في هذا الشيء وباقي ما عرفوش الحقيقه، عاد تجي نتايا لا راه ولدهم، اش عرفتيه ولدهم؟ وكيفاش استقبلتوا هذا؟ اخويا راه شنقول لك راه ماشي غير ودي راه بنادم بعيد علينا بعيد على العائله وبعيد كذا، وشوف كيفاش استقبل الخبر، عاد حنايا اللي عساك حنايا حنا السيد راه جاي لنا كبروا معانا ما خشات الهضره نهائيا تقول هذه الصحافه غتاخذ التحقيق من عند الضابطه القضائيه ماشي غتاخذ التحقيق من عند المواطنين اللي قال شي هضره هذه السيده كنعرفوا حنايا كون غير ما كنعرفوش غنتيقوا هذه الهضره السيده معقول هو تينهينا تنصحنا وعائله بالنسبه لهم مساكنها هما العائله مساكنه نورمالمون خصهم خصهم طبيب نفساني غيفوت هذا الشيء ولكن غيبقى الاثار هادشي ماثر عليهم حنا بقى فينا الحال حنا جيران حنا راه خونا هذا راه كبر معانا يعني فهمتي الجمعيه خصها تدخل الجمعيه ديال حقوق الطفل انا هذه الجمعيه اللي كنلاحظ انا الغياب ديالها كان على الجمعيه مسؤوله دخل والسلام عليكم بالنسبه لكم كمجتمع اش كطالبوا حنا حنا عندنا الثقه في القضاء عندنا الثقه في القضاء وغنمشيو مع القضاء حتى لاخر لحظه يعني غنبقاو تابعين هاد الناس تنشوفوا هاد القضيه فين وصلت لان السيد بايع ولادو بايع هاد الناس اللي داو هاد العمليه خصنا نشوفوهم ونتابعوهم كمجتمع وطني كجمعيات الناس كلها تفاجات هادي ماشي قضيه قضيه راي عام راه حشومه راه حنا هاد الناس كبروا معانا والديهم جداهم يعني هادشي راه بقى فينا حنا الحال وبالنسبه للجمعيات فين هي الجمعيه ديال حقوق الطفل؟ راه حتى هو الطفل ديالهم ملي مات علاش ما غيتحركوش؟ كيتحركوا في قضايا اخرى نورمالمون يتحركوا حتى في هذه القضايا